السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نعم، الى بقى المجمد جيد خدام يعني هذا الثلج مزيان ما عمره دابوا ولا حاجه، ممكن يبقى مده اكثر من 6 شهور. نعم، هذه يعني احنا كنعطيو 3 شهور، ولكن حتى لك المجمد جيد حتى 6 شهور حتى السنه ماشي ماشي مشكل. نعم، الناس بقى عندهم اللحم في الدار البيضاء لمده سنه يعني وما كانش فيه مشكل. نعم، كاين كما قلت ان عادات مغربيه وهذه طريقه جيده، حتى التكنولوجيا الغذائيه الان كتزكي هذه المنتوجات. علاش دابا التكنولوجيا الصناعه علاش مشات للمقانق وخلات الخليع؟ لان اوروبا هذوك يعني التقليديه ديالهم، الصناعه التقليديه ديالهم كانوا الفلاحه كيصيبوا النقانق. احنا عندنا الانسان العربي كيصيب الخليع والكرداس وكيصيب المجبنه واشياء كثيره يعني هذه. فالتكنولوجيا ديالنا تعقدت يعني بدات كتدخل لنا المنتوجات التكنولوجيه التقنيه الاجنبيه مستورده، ولينا كنصيبوا النقانق في المغرب وحنا عندنا منتوج احسن منه، عندنا الخليع. والمستهلك كيبغي الخليع يعني طبعا، واخا الناس كيستهلكوا دابا النقانق ولكن راه خايفين منهم، لان ما نساوش بان هذاك العام شنو التسمم اللي كانوا داروا لنا ذاك العام في التسعينيات، اكيد يعني كانت مشات ارواح اكثر من 56 يعني الحاله اللي كانت توفات. فهذا القديد من المستحيل القديد الخليع يدير تسمم، من المستحيل. نعم، ربما مجرد ديك الملحه اللي كثير فيهم هي اللي كيخافوا منها الناس. الدكتوره، نعم، انا ما كنتكلمش من تلقاء نفسي، عندي ثلاثه رسائل. نعم، دكتوره حول يعني التكنولوجيا وحول الدراسه الميكروبيولوجيه والكيميائيه والبيوكيميائيه وكذلك الحسيه ديال الخليع وديال السمن وديال 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 القديد. وان علينا عندنا باتونت، عندنا اختراع كاع، عندنا بروفي في طريقه تصنيع الخليع، هذه رساله الدكتور. هادو يعني الدراسات اللي بينوا لنا على ان من المستحيل الجراثيم يعطيو توكسينات، لا الكلوستريديوم ولا ستافيلوكوكساي ولا حتى هذا، من المستحيل هذه التوكسينات تكون في الخليع الا تحضر بطريقه جيده وكان التجفيف ديالو في سرعه وكانت الملح ديالو التركيز ديال الملح جيد وكان هذا المسمين، من المستحيل لان هذه ماده جافه والخليع راه كيطبخوه في الخديبه ديال النحاس لمده طويله على حراره عاليه، راه ماشي سهل يعني تعقيم يعني حراري يعني هذه. فباش ما يبقاوش الناس مخلوعين من هذه المنتوجات، بالعكس هي منتوجات راقيه. انا بالنسبه لي الخليع منتوج ارقى من النقانق. بما يخص التكنولوجيا، وهذه دراسات اللي دارت في المختبر، انا كنتكلم بلسان باحث وليس لسان احد. فهاد المغاربه نشجعوهم، بالعكس انا نشجعوهم يخزنوا هاد الاشياء باش ما ترماش. لان كاينين عائلات في البوادي اللي كيوصل ذاك الفصل اللي الفصول اللي ما كيتسوقوش ولا ما كيمشيوش للسوق ولا الغالب الله كاين اللي مسكين ما عندوش ولا حاجه، لا باس الناس يخزنوا هاد القديد ولا الخليع ولا حتى الشحوم الكرداس، لا باس يخزنوها ويديروا واحد شويه يبنوا به يطبخوا به في البوادي كامل اللي كيديروا مثلا طعام ولا كسكسو ولا يديروا حاجه هكا ويبنوا به هذه باش الاكل ديالهم يكون جيد. ما نظنش يكون مشكل، بالعكس هي اشياء خاصها تشجع، لان كيف ما كان الحال الناس كياكلوا الدسيم. نعم، يعني غير هو كاين دسيم وكاين دسيم. الاشخاص المصابين بامراض القلب والشرايين ان ينقصوا الصوديوم الملح، هذه الاغذيه التي فيها ملح، ولدينا بعض الوجبات في المغرب مع الأسف فيهم ملح مثل الخليع مثل السمن مثل يعني القديد مثل أشياء هذه النقانيق الأجبان المشروبات الغازية، هذه كله يعني أشياء من البسكويتات يعني هذه كله أشياء فيها الملح، يجب أن يخفضوا أو يقطعوا تماما إضافة الملح للطعام، لأن الصوديوم الموجود في الأغذية هو كافي. أن يتوقفوا عن الشحوم الحيوانية والكوليسترول يعني المواد الحيوانية، أن يلتزموا بنظام نباتي كلي، نظام نباتي كلي بمعنى فيه الحبوب وفيه البقوليات أو القطاني وفيه خضر وفيه فواكه وفيه حبوب أو البذور اللي غادي نتكلموا عليها وفيه توابل وفيه سمك. فنظام هذا يعني هذا الأمراض قلب الشرايين هو نظام نباتي زائد سمك، ممنوع المواد الحيوانية وممنوع خضر مطهية مع اللحوم، وممنوع أشياء مختلطة بمواد الحليب، وممنوع أشياء مختلطة ببعض اللحوم مثل النقانق ومثل الأجبان مثل الشوكولاتة مثل الكريمات مثل الأشياء هذه، ممنوع على أصحاب القلب والشرايين. ممنوع على أصحاب القلب والشرايين بعض البسكويتات والمشروبات الغازية لأن فيهم مونوصوديوم غليطامات، لأن فيهم ملح صيني فيهم صوديوم. ويمنع جميع الأشياء المقلية في الزيت وحتى الزيوت الصناعية. لماذا؟ لأن يجب أن يوقفوا الزيوت التي فيها حمض الأوميغا 6، لأن أوميغا 6 يسبب الالتهابات، وأمراض القلب والشرايين المصابين بهذه الأمراض لديهم التهابات.
يجب أن يتوقفوا عن هذه الأوميغا 6 الموجودة في شحوم الحيوانات الزيوت الصناعية يعني هذه المكررة، ثم يستهلكوا زيت الزيتون لأن في حمض الأولى يكون فيه مضادات الأكسدة، في تيروزول الهيدروكسيتيروزول هي التي تسرح تخفف من أثر يعني الهوموسيستين، غادي نتكلموا على الهوموسيستين. فزيت الزيتون يصبح إجباري، والسمك يصبح إجباري، والحبوب تصبح إجبارية، يعني الحبوب البذور اللي هي حبوب الكتان، الزنجلان نسميه في المغرب الزنجلاني والسمسم، واللي هي الحب رشاد، واللي هي الحلبة، واللي هي الحبة السوداء، ومعاهم كذلك بعض الحبوب الأخرى يعني مثل حبوب الكزبرة، وكذلك اليانسون والشمرة. هذه الحبوب كلها يجب أن تدخل التغذية، حتى حبوب القرعيات وحتى حبوب نوار شمس، حبوب نوار شمس كذلك جيدة. والفواكه الجافة مثل اللوز والجوز والفول السوداني وهذا الفستق وكذلك هذا الكاجو، يعني هذه اللي نوادو كاجو، هذو الكاجو ما كاينش في المغرب عليا، عندنا اللوز والجوز، زي جيد لهاد الناس هذو. فالنظام النباتي يكون لأن فيه الألياف الغذائية، الألياف الغذائية تخفض كوليسترول، يعني لازم نفسروا للناس هذه، تخفض كوليسترول لأنها كتشد الصفراء في الأمعاء، ويعني الكبد يأخذ كوليسترول ليفرز الصفراء المرارة، بمعنى أنك الميكانيزم كيخفض الكوليسترول في الدم. النبات فيه مضادات للأكسدة، المضادات للأكسدة تفرغ الشرايين من الهوموسيستين، لأن لماذا؟ لأن المضادات للأكسدة هذه المكونات تقي تأكسد الكوليسترول، لأن الكوليسترول إذا تحول من الحميد الخبيث من HDL LDL، فهذا LDL هي التي تحبس يعني هذه خروج الهوموسيستين من الشرايين، فكتبقى يعني تتجمع في الشرايين الهوموسيستين، تتجمع ثم تخدش تحفر أو تجرح هذه الشرايين من داخل، ثم تكون سدادات، يعني تتجمع بعض البلاك، تتجمع سدادات في الشرايين وتضيق، هذا يعني القطر هذه الشرايين يضيق، ثم من ثم يعني ارتفاع الضغط، هذه ارتيروسكليروز يعني ماشي غير ارتفاع الضغط. ثم هذه الأشياء يعني هذا الميكانيزم يعني الهوموسيستين، لأن حمض الأوميغا 3 مع المضادات للأكسدة، حمض الأوليك زيت الزيتون، حمض الأوليك، هاد الثلاثة هادو ضروريين للناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين، لكي لا يصلوا إلى جلطة قلبية، ولكي لا يصيبوا إلى كوما، إلى إغماء، إلى أشياء اللي ربما يمشوا فيها الكوما هذه. ونفسر لماذا؟ بقي مكون آخر مهم لأمراض القلب والشرايين اللي هما الفيتوستيرولات، يعني هذه الفيتوكيميكولز، الفيتوستيرولات والفيتوستروجينات. والفيتوستيرولات والفيتوستروجينات موجودة في النخالة القمح، وموجودة في الشعير وفي الذرة، وموجودة في القطاني، يعني هذه البقوليات، وموجودة كذلك في هذه الحبوب، هذه البذور اللي تكلمنا عليها، حبوب الكتان وفي السمسم وفي الحلبة وفي الحب رشاد وفي يعني الحبة السوداء، وهذو كلهم مصدر فيتوستروجين ومصدر الفيتوستيرول، مصدر الفيتوستيرول ومصدر الفيتوستروجين. هذه المكونات تخفض الضغط، لماذا؟ لأنها تساعد على إنتاج أكسيد النيتريك، النيترو NO، هذا النيترو أوكسيد، هذا الأكسيد النيتروجين، وهذا أكسيد النيتروجين هو الذي يجعل الشرايين تتمدد، إلاستيك، تجعل الشرايين تتمدد، لما تتمدد هذه الشرايين يكون صبيب الدم جيد، لما يعني تتصلب هذه الشرايين يكون مشكل، يكون مشكل كبير، ما مش ارتفاع الضغط، ارتفاع الضغط وأمراض أخرى هذه. فيعني هذه الحبوب، هذه البذور ضرورية في تغذية هاد الأشخاص. ثم يبقى التوابل، وهذه التوابل الجيدة للأشخاص المصاب أمراض القلب والشرايين هي هذا الكركم مع زنجبيل مع الخلنجان مع الأشياء. لماذا؟ لأن هذه التوابل يعني مثل الزنجبيل ومثل هذا القلنج ومثل الخلنجان ومثل يعني تشيء من القرفة، القرفة يجب أن لا يكثر منها، لأن القرفة يعني يجب أن تكون الكيلية يعني جيدة صلبة، إذا كان الكيلية فيها مشكل فيعني القرفة يعني خطيرة. فهذه التوابل لماذا؟ لأنها يعني عندها دور منشط في الجسم، stimulating effects،
وهي التي يعني تزيد في الدورة الدموية، تسرع الدورة الدموية. يعني الناس ملي كياكلوا الحار وملي كياكلوا شي حاجة سخونة طبعا كيحسوا بأن الدورة الدموية يعني جيدة. ثم كيبقى عامل آخر، يعني ربما سيستغرب الناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين، ولا السنة الماضية لما نصحنا الناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين، ماشي كلهم، كاين الناس اللي عندهم أمراض ثقيلة اللي كياخذوا أدوية، هذا طبعا ما كنتكلموش عليهم، كاين الأشخاص اللي قادرين يصوموا خاصهم يصوموا، لما نصحنا الناس بهذه سميتو عليه يعني لا إله إلا الله. فالجوع جيد لهذ الناس هذو اللي عندهم أمراض القلب والشرايين، جوع جيد. ثم الحركة، يجب أن يتحركوا. لماذا؟ لأن بدون حركة لا يمكن للدورة الدموية أن تأخذ مجراها الطبيعي، لا يمكن.